أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي. هنتكلم النهاردة عن أول درس في الجبر، وهو الأعداد النسبية. طيب، قبل ما نتكلم في الأعداد النسبية هنراجع على مجموعة معلومات كنا خدناها قبل كده. أول معلومة، لو فرضنا انت في الفصل وجه المدرس قال لك قوم عد الطلبه اللي موجودين في الفصل، هتقوم هتبدا بكام؟ واحد اتنين لغايه ما توصل لاخر طالب، هو ده عدد الطلبه. تمام، جميل جدا. يبقى انت لما بدات تعد بدات برقم كام؟ بدات برقم واحد. ده عمل لي مجموعه اسمها مجموعه اعداد العد، رمزنا لها بالرمز عين، بتساوي طبعا بدانا بواحد، يبقى واحد اثنين ثلاثة إلى موجب ما لا نهاية، ملهاش نهاية. طيب، فرضا جينا في يوم في فصل، كل الفصل ده اشترك في رحلة، وفي يوم الرحلة الفصل ده بالكامل غاب. فجه مدرس بيسجل عدد حضور الطلبة، فدخل على الفصل ده ملقاش ولا طالب، فعايز يسجل اللي موجود قدامه. طيب، مفيش طلبة قدامه، هو مش عايز يكتب، مفيش، هو عايز يكتب رقم. ايه الرقم اللي حلول المشكلة؟ هو الصفر. طيب، ده خلاني اعمل مجموعة جديدة، وهي مجموعة الاعداد الطبيعية، وهي ط بتساوي، زودنا على العين ديت صفر، واحد اتنين تلاتة إلى موجب ما لا نهاية. يبقى أنا عندي مجموعة أعداد العد واحد واثنين وثلاثة، مجموعة ط وهي زادت على مجموعة أعداد العد صفر. طيب، جينا في مرة الفصل مثلا القايمة فيها 20 طالب، واللي موجودين 16 حضور، يبقى الغياب هحسبه ازاي؟ حسبة بسيطة جدا، 20 ناقص 16 بيساوي كام؟ 4. علامة السالب دي إشارة الرقم 16، دي عملت لي مجموعة جديدة وهي مجموعة صاد السالب. تعال نعرف إيه هي مجموعة صاد السالبة دي. صاد سالب، سالب واحد، سالب اتنين، سالب تلاتة، إلى سالب ما لا نهاية. أعداد صحيحة ولكن إشارتها سالب. طيب، زي ما في صاد السالبة في صاد الموجبة؟ طبعا في صاد الموجبة، وهي بتساوي واحد اتنين تلاتة أربعة إلى ما لا نهاية. طيب، في عندي صاد اللي هي بتشمل الموجبة والسالبة، صاد اللي بتشمل صاد الموجبة والسالبة، يعني فيها كل الأعداد السالبة وفيها كل الأعداد الموجبة ومعاهم الصفر، بينتمي إلى صاد. طيب، أنا دلوقتي ظهر لي رقم بالشكل ده، 2 على 3. إيه الرقم ده؟ الرقم ده لا ينفع أقول تبع عين، ولا ينفع أقول تبع ط، ولا صاد السالبة، ولا صاد الموجبة، ولا صاد. ده بقى عمل لي مجموعة الأعداد الجديدة اللي هي الأعداد النسبية، ورمزنا لها بالرمز نون. طيب، بعد ما اتكلمنا في المجموعات دي، تعال نفهم ايه هي مجموعة الأعداد النسبية. أنا عندي مجموعة الأعداد النسبية اللي هي نون بتساوي سين، حيث سين بتساوي ألف على باء، والألف بتنتمي إلى صاد، والباء بتنتمي إلى صاد. بس كده؟ لأ، في شرط عندي ضروري جدا،
الباء لا تساوي صفر. يعني ايه؟ يعني انا عندي الاعداد النسبيه دي هي كل عدد على الشكل ده، الف على باء، على صوره الف على باء. الالف بتنتمي لصاد والباء بتنتمي لصاد. طب في شرط مهم جدا، وهو ان الباء لا تساوي الصفر. يعني العدد النسبي بيبقى شكله عامل ازاي او صورته؟ الف على باء بشرط ان الباء لا تساوي صفر. طب تعالى كده نشوف، هل الاتنين عدد نسبي؟ اه مظبوط عدد نسبي. هتقولي ده هي مش بصورة ألف على باء؟ لا، احنا أي عدد بنكتبه بيكون المقام بتاعه واحد، يبقى ده كده بصورة ألف على باء والواحد لا يساوي الصفر، يبقى ده عدد نسبي. طيب تعالوا كده نشوف مجموعة التمارين. عندي مثلا بيقول لي اتنين تلاتة اتنين على خمسة، والعدد التاني سالب 17%. بيقول لي وضح أعداد نسبية أم لا. تمام، الرقم ده أنا مش هسيبه على الصورة، هعمل عملية اسمها رفع الكسر. رفع الكسر دي تبقى عاملها ازاي؟ بجيب المقام اضربه في الرقم الصحيح، والناتج اللي يطلع اجمعه على البسط بيساوي شرطة الكسر زي ما هي، المقام بخليه زي ما هو ما بغيروش. 5 في 3 في 15 زائد 2 17، وتخلصت من الرقم الصحيح. يعني معنى كده ان 3 و2 على 5 بتساوي 17 على 5. تمام. طيب هل 17 على 5 ده عدد نسبي؟ تعال نشوف. اه على صورة ألف على باء. طب المقام لا يساوي الصفر، يبقى فعلا ده عدد نسبي. طيب تعال نشوف ده سالب 17%. ادي السالب 17% هي هياها 17 على 100. تمام. السالب ما تهمنيش او الموجب ما تهمنيش، لان اعداد نسبيه فيها الموجب وفيها السالب، فالاشاره دي ما تخوفنيش. طب ده 17 على 100، هل المقام بيساوي صفر؟ لا ما بيساويش، يبقى اذا ده رقم نسبي. يبقى انا عايز اعرف اي رقم نسبي هحوله للصوره دي، يتحول للصوره دي والمقام لا يساوي الصفر، ده يبقى رقم نسبي مباشره. طيب تعالوا نشوف تمرين تاني يوضح اكتر. واللي اذا كانت سين عدد صحيح او تنتمي للصاد، اكتب الشرط اللازم لكي يكون كل مما ياتي عدد نسبي. اكتب شرط كل مما ياتي عدد نسبي. اول رقم عندي 3 على 2 س، الرقم الثاني 7 على س ناقص 3. طيب هنا ده على صورة ألف على باء. طيب هو دلوقتي بيقول لي اكتب الشرط اللي يخلي المقام اللي يخلي الرقم ده أو العدد ده عدد نسبي. إيه هو الشرط؟ هو أنا دلوقتي الاتنين مضروبة في س. طب لو المقام ده بصفر أصبح ما هواش عدد نسبي. طيب إيه الرقم اللي لو شلت الس وحطيته مكانها أصبح المقام عندي بصفر؟ هو الصفر، لأن لو ضربت أي رقم في صفر هيديني صفر. يبقى في الحالة دي الشرط هو إيه؟ إن س لا تساوي صفر، ده شرط إن يكون عدد نسبي. تمام، تعالوا نشوف اللي بعدها، س ناقص 3. إيه اللي يخليني المقام كله بصفر؟ لو الس بقت بكام؟ لو الس بقت مظبوط ب3، أنا عندي الشرط هنا لو الس لا تساوي 3، يبقى في الحالة ده عدد نسبي أو رقم نسبي. تمام، تعالوا نشوف تمرين تاني. بيقول لي أكمل جدول التالي.
ده يكون عدد نسبي إذا كان عدد نسبي. إذا كان في الحالة دي لو كانت إيه؟ سين لا تساوي 3، لأن لو عوضت عنها بـ3 هيكون المقام بصفر. طيب نشوف اللي بعده، 3 على 4 ناقص سين و7 على 8 سين. هنا ايه الشرط انه يكون عدد نسبي؟ ايه اللي يخلي لي ده بصفر؟ لو شلت السين وحطيت مكانها كام؟ مظبوط، يبقى سين لا تساوي 4. طب هنا سين لا تساوي 0. احنا كده فهمنا امتى يكون العدد ده عدد نسبي. طيب نشوف كده تمرين صغير. بيقول لي اذا كان سين ناقص 3 على سين زائد 3 بيساوي 0، اوجد سين. طيب انا عندي الصفر ده، الصفر عدد نسبي، كأن له مقام كام؟ 1. يبقى عندي قاعدة بتقول لي ايه؟ حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، يعني المقام ده في البسط ده يساوي المقام ده في البسط ده. يبقى انا عندي 1 في س ناقص 3، اي حاجة في 1 هي نفس الحاجة، يبقى س ناقص 3 بتساوي س زائد 3، لما اضربها بصفر تديني 0. طيب انا عايز اخلص من السالب 3، بنقلها الناحية التانية بإشارة مخالفة، دي إشارتها سالب، لما تعدي علامة يساوي تبقى موجب، يبقى سين بتساوي 3. يبقى في الحالة دي جبنا قيمة سين في العدد ده بتساوي كام؟ 3. طب إمتى ده يكون عدد نسبي؟ لو سين لا تساوي سالب 3. نشوف بعد كده في عندي صور المختلفة للعدد النسبي. أنا عندي مثلا عدد نسبي زي 0.5، وعدد نسبي زي 3/4. هل النص ده له صور مختلفة؟ له صور مختلفة كتير جدا لا حصر لها. ازاي؟ عشان أجيب أي صورة للعدد النسبي لازم أضرب بسط ومقام في نفس الرقم زي ما أنت عايز. لو قلت مثلا في خمسة، 1 في 5 بيساوي كام؟ 5. 2 في 5 بيساوي 10. طب في واحد تاني قال ايه؟ لا، ده انا مش هضرب في 5، ده انا هضرب في 4. ماشي، بيساوي اهو 1 على 2 في 4 في 4 بيساوي 4 على 8. يعني انت عايز تقول ان نص بيساوي 5 على 10 بيساوي 4 على 8. تمام، ما انا لو اختصرت دي، يعني هنجيب الرقم ده هنا كده 5 على 10، لو جيت قسمت فوق على 5 وقسمت تحت على 5، يعني انا بقى عملت ايه؟ لو ضربت فوق وتحت بسط ومقام في نفس الرقم، او قسمت بسط ومقام على نفس الرقم، يبقى انا ما غيرتش قيمة العدد. يبقى ده بيساوي كام؟ 5 على 5 واحد، 10 على 5 في الاثنين هي نفس، ونفس الكلام لو عملته هنا هيديني برضو 0.5. طيب تعال نشوف اكتر من صورة للرقم ده. 1 هيقول ايه؟ انا هضرب في 2. ماشي، 3 على 4 في 2 في 2 بيساوي 6 على 8. واحد تاني يقول لا، انا هضرب في 5، 3 على 4 في 5 هنا في 5 بيساوي 15 على 20. يعني معنى كده ان 3 على 4 بتساوي 6 على 8 بتساوي 15 على 20. مظبوط، كل دي صور للعدد النسبي. يعني معنى كده ان العدد النسبي له مجموعة من الصور لا نهاية لها. طيب ممكن يجيبها لي، دي كده اسمها بالنسبة للعدد النسبي دي اسمها أبسط صورة. ممكن يجيب لي العدد بالشكل ده ويقول لي اوجد في ابسط صوره، يعني وصله ان ما عادش في اختصارات، ما عادش في بين الثلاثه والاربعه اختصارات. طيب تعال نشوف جزئيه
وهي كتابة العدد النسبي على صورة نسبة مئوية. معنى كتابة العدد النسبي على صورة مئوية يعني أنا عايز أخلي المقام 100. طيب تعالى كده نشوف عدد عندي زي 9 على 20، المقام كام؟ 20. جميل جدا. هي ال 20 أضربها في كام يديني 100؟ في 5. يبقى هضرب البسط برضه في كام؟ في 5، يعني بتساوي 45 على 100، برضه بتساوي كام؟ 45%. طالما ان انا عملت دي، شلت ال 100 اللي تحت وحطيت مكانها علامه في ال 100، دي كده عدد على صوره نسبه مئويه. طيب جميل جدا. تعالى كده نشوف عدد زي ده، 2 على 5. طيب ال 5 اضربها في كام؟ في 20، يبقى دي 2 وادي 5، ضربت دي في 20، هضرب دي كمان في كام؟ في 20، طبعا عشان ما اغيرش قيمه العدد. يبقى بتساوي 40 على 100، يعني بتساوي 40 في المية. طيب نشوف رقم زي ده، 3/4، ادي 3 وادي 4، الاربعة اضربها في كام تديني 125، يبقى هضرب البسط برضه في 25، يعني بتساوي 75 على 100، يعني بتساوي 75%. كل دي أعداد نسبية حولتها لصورة نسبة مئوية، ودي من ضمن صور العدد النسبي. طيب تعال نشوف، افرض إن المقام رقم 100 ما يقبلش القسم عليه، زي مثلا وليكن 9 على 16، مفيش رقم أضربه في 16 يديني 100، دي بعملها إزاي؟ بتبقى بالشكل ده، بيبقى 9 على 16 في 100 والكل على 100. بنفذ العملية دي وممكن استخدم فيها الآلة الحاسبة عادي جدا، بكتب 9 على 16 يساوي، وبعد كده بضغط زرار اس دي، هلاقي كتب لي الرقم بالشكل ده. الرقم بالمنظر ده معناه ايه؟ 5625 من 10,000، يعني الرقم دوت هنكتبه هنا كده 5625 على 10,000. انا عايز اوصل في النهاية ان المقام يبقى 100، يبقى بيساوي هكتب تحت 100، يبقى انا هطير صفرين، يبقى هحرك العلامة هنا خانة التانية 56.25. نقولها تاني، كل ما في الموضوع ده المقام 10,000، انا عايز اطير صفرين عشان يبقى 100، معنى ان انا هطير صفرين يعني هجيب العلامة العشرية واحركها خانتين زي ما خدناها في البداية، يبقى ده عندي بيساوي ايه؟ 56.25%. يبقى انا عرفت كده ازاي احول الى نسبة مئوية. طيب تعالى نتكلم في كيفية التحويل إلى رقم 10، يعني العدد النسبي نحوله إلى رقم 10. المهم عندي صورة المقام أو الرقم اللي في المقام، لو كان 4، لو كان 2، لو كان 5، لو كان 20، لو كان 25، لو كان 8، لو كان 125. لو كان المقام 4 يبقى بضرب الرقم بسط المقام في 25، لو كان المقام 2 يبقى بضرب بسط المقام في 5، لو 5 بضربه في 2، لو 20 بضربه في 5، 25 بضربه في 4، 8 بضربها في 125، 125 بضربها في 8، دي بتديني 1000. 1000 100 100 10 10 100. رقم زي اللي لسه قلناه من شويه 3/4، قمنا ضاربين في كام؟ دورنا هنا ال 4 ضربناها في 25، يبقى نضرب دي في 25 وال 4 في 25، يعني بتساوي 75 على 100، اللي هي 75 من 100.
دي هي دي هي دي. يبقى احنا عرفنا نحول الرقم ازاي. طيب افرض كان الرقم كده تمت، مفيش رقم هضربه في 3 يوصلني ل 10 ل 10 100 و 1000. طب ايه العمل؟ نعمل ايه في الحاله دي؟ تستخدم الاله الحاسبه. طيب تعالى كده نعمل الاله الحاسبه 1 على 3 وبعدين ادوس على زرار اس دي، هلاقيه عمل لي رقم بالشكل ده. ده اسمه ايه؟ رقم دائر. ده اسمه رقم دائر. طب انا لو الشاشه الاله الحاسبه 10 ارقام هيملى ال 10 ارقام بالثلاثه، لو 20 رقم هيملى 20 رقم بالثلاثه. طب انا ده ممكن اكتبه بصوره ثانيه، ممكن اكتبه ازاي؟ ايه الرقم اللي متكرر عندي؟ الثلاثه. يبقى بعمله بالشكل ده وبحط نقطه فوق الثلاثه. يبقى انا لو الرقم ما هوش اي حاجه من المقام ده يبقى بجيبه بالاله الحاسبه، وفي الحاله دي بيبقى اسمه رقم دائر، وبعمله بالصوره دي بشوف ايه الرقم اللي اتكرر وهو اللي بحطه فوق ايه النقطه. لغايه هنا بيكون انتهى درس النهارده. لو عجبك الفيديو يا ريت تضغط لايك وشير وسبسكرايب في اسفل الفيديو وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، واتمنى التوفيق لجميع طلبه الصف الاول الاعدادي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.